هي الثالثة في 2023. الأهلي هيلاقي الفائز من بيترو أتلتيكو أنجولا ومازيمبي الكونغولي، أيضا دول هيلعبوا غدا إن شاء الله يانج أفريكانز أمام سان داونز، وكذلك اللي بيعاونوا كل من طبعا زكيلي سويلا وعن ميموريشنز. هذه أمامنا هنا حكمي الفار، أدي دحان بيدا أمامنا كريم الدنيس احمد عبد الهادي على تخطي هذه العقبه، ولقاء العوده ان شاء الله يكون يوم الجمعه القادم ان شاء الله. ركنيه اولى سيمبا امامنا هنا، مميزين في الكرات العاليه سيمبا، رات تلقت محمد هاني، هاني عدى حلو قوي هاني، المساحات اللي بنتكلم عليها العرضيه نيران الصديقه، والهدف الاول والهدف الاول للاهلي مع هذه البدايه المثاليه الرائعه هنا من احمد نبيل. ايه كورته ترتد امامنا هو بالشمال، وايه في القائم في القائم امامنا هو بعد ما رجعت من ايوب لكرد وكره الى دار وصول الاهلي. كان يوم الاربعاء والتدريب في طبعا دار السلام النادي الاهلي. ادي خروج يا ولد، يطلع اوفا يطلع اوفا يمسك كوريبي، وايضا كان مع الهلال السوداني لكن خطا هنا في الجانب اليمين عن طريق اللاعب شوماري، تلقت علي معلول عايز يعملها المودس، ولكن ايه لرك بص قيمه علي. النادي الاهلي اللي يعني النهارده بيدعو في هذه التشكيله الاساسيه، ادي الكرات الراسيه، الاخطاء الدفاعيه المره دي دينيس تصل على طول، الخبره اللي متقدم رامي ربيعه سجل في مرمى كرواتيا، هو محمد عبد المنعم رامي، يا سلام يا رامي يا ولد، الشحات اتحرك لكن حطها المودس، مودس مودس هيحاول يا عيني عدى مودس، المسك واضح المسك ركل الجزاء. بص امامنا الاعاده، بص المسك هنا، بص المسك هنا، بص ماسكه اهو، ماسكه هنا، ادي تشيميلو يا سيمبا الاهلي حتى الان هدف مقابل لا شيء لصالح الاهلي عن طريق احمد نبيل كوكا، سجل في الدقيقه الرابعه. شامة يلعب ركنيه خطيره، ولد يا ولد يا ولد على الجمال. العشاق طبعا الاهلي واحد ابناء الاهلي يعني بيتكلم عن الشبه اللي ما بين الجنوب افريقي توم ابو نجيل ومواطنه ايضا الجنوب افريقي بيرسي تاو، يعني كان بيرسي تاو هو اللي بيحكم. مره خطوره حاولوا يوجدوا مساحات الاهلي مقفلين كويس، المره دي بقى الهروب خطير دينيس. شوف هنا درجه الحراره 28 لكن الرطوبه بقى 83%، هي دي اللي فيها الكلام. ماشو بيه تصدي صعب جدا لكره ميلوني اللي اتعملت بالكعب، ادي شامه شامه شامه، ولكن يمسك على طول كره شامه مصطفى شوبير بثقه وبثبات. الانتماء اللي عنده الحقيقه يعني من مواليد صحيح كتير. الكرات ديت استلام امامنا نتيبه زون كيزا، لكن بص كم واحد قفل عليها على طول، مره شامه خطره. المباراه دي 39 حبوا هم تزيد البيت، ولكن تصدي رائع خطير خطير امامنا هو دينيس كيبوي، يلعبها الى المالي اللي جاي من جوليبا امامنا هو في الى الدور ربع النهائي. 2019 خرج امام مازيمبي، 2021 خرج امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي. النقاط الايجابيه ربع النهائي في السنوات الاخيره، ادي الكره الخطيره يا ولد يا ولد على الكره، هدف اللقاء الوحيد حتى الان مع فرص ومحاولات من جانب سيمبا طبعا. والموسم الماضي خرج امام الوداد 41 دقيقه. احمد نبيل كوكا في الدقيقه الخامسه. جماهير النهارده ولحضراتكم العاصمه دودوما تبعد حوالي 453 كيلو عن دار السلام المقام طبعا المدينه الاشهر والاكبر في تنزانيا. مره ثانيه الى ركله مرمى، الهدوء اللي بيلعبوا بيه حتى الان النادي الاهلي بيعطيهم هذا التفوق في هذه المباراه، ادي لهم التفوق. هنا من جانب دينيس كيبوي، دينيس كيبوي صراع لكن كره تنتهي بالطريق للمباراه النهائيه. كيبوي خطير متفوق في هذه الجبهه، الجبهه اليمنى بدات تشتغل بشكل مميز، محمد هاني عمل تغطيه وضمن ومرحل في الوداد وصل النهائي وكان وصيف الاهلي. مره ثانيه هنا استلام المره دي عن طريق دينيس كيب عمق بشكل مميز جدا، عمرو السليه بيرسي تاو يعني النقطه السبايه دفاع ميلوني وانونجا على مستوى الاداء الادوار الهجوميه، لكن ممكن اول نشوف كهربا الشوط الثاني. سلبيه في الشوط الاول تحس ان مودست يعني معزول شويه، لكن ليه ادوار مودست لان هم مميزين قوي فابريس انجوما، لكن مروان دايما قافل عامل عمق عامل ستار حديدي امام رامي امام، لازم يعدي على الاقل بهذه النتيجه. الاهلي لازم يحافظ على تقدمه. ادي امامنا عبد المنعم تصل الى الخطير سعيدو كانوتي، يرجع لفابريس انجوما، انجوما شوط جوما يعدي جوما ويلعب كره عرضيه يطلع على طول يمسك. يا ولد يا مصطفى يا ولد يا مصطفى من المباراه الاخرى ويصل الى هذا المستوى اللي ان شاء الله نتمنى يحافظ ويصف. يا ولد يا مصطفى بيكسب الخبرات ويكتسب الثقه، شال كورتين كره بتاعت ميلوني اللي بالكعب من الركنيه الخطيره صعبه جدا، مر على هذا الامر وعلى هذا المنوال.
واحد من نجوم الشوط الاول. وايضا الكره اللي جات له من الجنب اليمين وكان رايح ينفرد بيها سعيد وكانوتي وسددها في البعيده، لكن مصطفى انقذها الحارس التماس. محمد حسين شوط اول قارب على الانتهاء، والنهايه سعيده مع بدايه وانتهاء مباراه بالقدم مره ثانيه. مصطفى يعني يبعد الشكوك ويلعبها بقدمه اماميه، لكن المره دي الى خارج المرمى. واستغلال للمساحه بشكل مثالي بجملة يعني فنيا هي واضح فيها بصمة انطلاقة مثالية بهدف أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة من العمر المباراة بعد عرضية رائعة من محمد هرم. لكن العمق الخطير، العمق الخطير، ولكن ردة الفعل المرة دي ردة الفعل نتيبا زونكيزا. الكرات اللي تصدي مميز، بيرسي تاو يضغط الرأسية القصيرة لكن يطلع على طول أيوب لكن هاني، هاني يلعبها في المساحة، هاني مرر كورة مودست، حلوة من مودست المرة دي إلى أحمد نبيل كوكا. محمد هاني حضراتكم ده طبيعي مع توزيع الجهد والجهد الكبير، الرأسية الخطيرة الكرات اللي في العمق كبديل، وظهر أمام يانج أفريكانز وظهر أيضا أمام ميدياما في لقاءين أساسي ولقوره وخبرته مع مروان عطية وأحمد نبيل كوكا في وسط الملعب. مارسيل كولر السويسري خالد بيبو وصبي السفير المصري شيف اسماعيل اللي قدم كل التيسيرات لبعثة النادي الاهلي خلال وجودها في دار السلام. على طول كل وصلنا لاربع دقائق وقت مرة ضائع. مرة ثانية كرة تعود فابريس انجوما، انجوما لكن حكم المباراة بيدي ركلة معها مصطفى شوبير لكرة ميلوني وكرة ايضا كانوتي ليحافظ على هذه النتيجة. اللقاء ملعب بنجامين مكابا في دار السلام في تنزانيا. الاهلي المصري حامل لقب البطولة وصاحب الارض. وهذا التقدم بهدف اللاعب الشاب احمد نبيل كوكا، الاهلي 1 سيمبا التنزاني لا شيء. الكلمة تنتقل لاحمد فؤاد.